السؤال الأخير الشاشات المضيئة من أول التابلت الموبايل لكل الكوارث أبداً. ضررها إيه على الطفل تحديداً علمياً ونفسياً وسيكولوجياً الشاشات للأسف دلوقتي من أكبر التحديات اللي بتقابلنا مع الأولاد مبدئياً كده من يعني أول سنتين دول هو ممنوعين ممنوعين خالص الحاجات اللي إحنا بنشوفها أول منشوفها. سنتين؟ أول سنتين ممنوع الشاشة كلها بجميع اشكالها ومقاساتها واحجامها بتاثر على المخ بتاثر على كل حاجه على المخ وعلى النوم وعلى الهايبر اكتيفيتي او فرط يعني النشاط عند الطفل على كل حاجه وبتاثر على الكلام وعلى الريسبونس بتاعه ليه بقى لان هي في حاجه اسمها باسيف ريسبونسر يعني هو بيبقى كانه بي... بيعزل نفسه كده هو بيستقبل بس وعمال يستقبل بس طب هو بياخد وبيدي زي ما احنا بنتكلم في البيت و... فبيبدأ يلاغي فبيبدا يلاغي اه مفيش كوميونيكيشن هو قاعد بشوف الاطفال قاعده على الكرسي بتاكل وال... والسكرين قدامها اصل هو ما بياكلش غير كده احنا اللي وريناهم كده والطفل ما يعرفش يعني ايه سكرين أول سنتين ده ممنوع بعد كده بنبدا ندخل السكرينز بالنص ساعه وبالربع ساعه متقطعه على مدار اليوم عايزين سكرين تبقى الكبيره احسن حاجه يعني التلفزيون وبعدين اللابتوب وبعدين الموبايل يعني نحاول نحد منه الحاجات دي كل الاشعه اللي طالعه منها عدد الصور اللي في الكرتون في 22 الف صوره في معرفش كام ثانيه يعني الصوره اللي احنا شايفينها هي بتبقى عباره عن 22 الف صوره متركبه فده بيحصل ايه؟ تو ماتش على مخ الطفل كتير قوي ان ده يدخل مخ الطفل في عدد ثواني معينه فبيأثر فبي... تأثير سلبي جدا بيخلي الاطفال عصبيه احنا الولاد دلوقتي مش بتتفرج بس على كرتون بقى اي بي سي واغاني صحيح. لا احنا بنتفرج على كوارث صحيح. فنقلل منها على قد ما نقدر.